شكلت تمويل أمريكي لتطوير أدوية لعلاج كوفيد-19 وتأثير الطفرة الحالية التي يشهدها الاقتصاد الأمريكي على تضخم معدلات الفائدة في العالم أبرز المواضيع التي تتناولها صحف أمريكا الشمالية الصادرة اليوم. ففي الولايات المتحدة أشارت نيويورك تايمز إلى أن الحكومة ضخت في الوقت الحالي أكثر من 3 مليارات دولار في مجال تطوير أدوية للتصدي للفيروس كوفيد-19 في بداية الإصابة، مما قد ينقذ العديد من الأرواح في السنوات القادمة. وقالت الصحيفة إن البرنامج الجديد الذي أعلنت عنه يوم الخميس وزارة الصحة والخدمات الإنسانية سيسرع التجارب السريرية لعدد من الأدوية المرشحة الواعدة، مضيفة إلى أنه إذا سارت الأمور على ما يرام فقد تكون بعد هذه الأدوية جاهزة بحلول نهاية العام الحالي. وفي موضوع آخر، كتبت وول ستريت جورنال أن الاقتصاد الأمريكي المزدهر يزيد من التضخم في جميع أنحاء العالم ويدفع قيمة الدولار الأمريكي إلى الارتفاع، مما يدفع بعض البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة. ووفقا للصحيفة، تراقب البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم عن كثب كيف سيتفاعل مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي مع ارتفاع معدل التضخم، خوفا من أن يقع في مستنقع تيار التوسع الاقتصادي الأمريكي غير العادي. وفي كندا، ذكرت لجورنال دو موريال أن اللجنة الاستشارية الوطنية الكندية للتحصين قالت إن الأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا يمكن تطعيمهم بجرعة ثانية من أي من اللقاحين فايزر أو موديرنا. وأوضحت الصحيفة أن اللجنة أكدت أنها تستند في نصيحتها إلى أدلة ناشئة على أن خلط مطابقة أنواع مختلفة من اللقاحات ليس آمناً فحسب، بل قد ينتج عنه استجابة مناعية أفضل.